فرحة أخفتها الكمامة وأظهرتها عيون الطلبة، رصدتها رؤيا خلال مرافقتها الطفل فرح في رحلتها من منزلها إلى مدرستها في أول أيام العام الدراسي. إن شاء الله أنه يكون عام 2021 عام دراسي إن شاء الله ممتاز، لأنه إحنا أولادنا بصراحة نسوا المدارس، فإحنا بدنا إن شاء الله يكون التعليم وجاهي، وإن شاء الله أنه نتخلص من التعليم عن بعد. الدراسة حلوة كثير وممتعة جدا، وأولادنا يحبوا الدراسة بشكل يعني بشكل كبير. وأشكر طبعا وزارة التربية والتعليم أنه رجعت المدارس، وإن شاء الله المدارس راح تكون مفتوحة على طول إن شاء الله. يوم شفت صحباتي لما وسارة أول يوم مبسوطة كثير عشان جينا على المدرسة. أنا بحب المساء أماني عشان يجيب لي كتب وهدايا. اليوم انبسطنا ولعبنا وطلعت نمس بالساحة وجيب لنا هدايا. أنا مبسوطة هلقيت بالمدرسة. أنا اليوم شفت صاحباتي مبسوطة كثير لأن اليوم عطوني هايجيم ولبسوني وعطوني كمامات ولعبت أنا وصاحباتي. يا رب إن هالمدرسة طلعت فاتحة كثير. أنا اليوم لبست كمامتي، صاحباتي لبسوا كمامتهم عشان المدرسة ما تعطل على طول.